مشاهدو قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني. هذه البلاصة اللي غنوريكم دابا هذه اخطر بلاصة كيشفروا فيها باردين الكتاف، اخطر بلاصة كيتجمعوا فيها الشفارة، اخطر بلاصة كيستغلوها المتهورين باش يديو ديال عباد الله. اللي حصل كيودي، واللي شدوه البوليس ما كيتعاتقوش معاه. هاد البلاصه هادي اللي هي ارض زمار اللي مقابله مع الرحبه سابقا، شوف شوف معايا الظلمات اللي كاينين هنا، شوف شوف الظلمه، شوف الظلمه اللي كاينه هنا، شوف يا اخي الكريم، شوف شوف الظلمه اللي كاينه هنا، شوف اناره العموميه من عادمه بتاتا في هذه البلاصة. هذه أرض زماط، الخلا والقيفار، الخلا والقيفار، تكون أمك ولا أختك ولا أنت براسك خارج من هنا غيديو لك ديالك وغيهربوا لهذ الخلا. ما كاينش الضوء، مظلم، ولكن لا شدوه البوليس. مشكورين رجال الأمن بالمنطقة ديال الحي الحسني على المجهودات اللي كيقوموا بها، فلا شدوك راه ما غاديش يتعاتقوا معاك. باردين الكتاف راه كثروا بزاف، عيقوا. اما ب 50، اما ب 33، اما على رجليهم، اما ب 103، مالكم على حالتكم؟ شوف 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 الظلمه، شوف راه لا شفرك هنا، راه والله ما غتشدوا، والله ما غتشدوا، ويا ربي غير يدي لك ديالك وما يضربكش. شوف الكارثه اللي واقعه هنا، الإنارة العمومية من عادمة، الإنارة العمومية من عادمة ما كايناش عباد الله، ما كايناش. واش غلبهم بروجيكتور يضويو هادشي كامل؟ راه كاين ضرر، راه كيشكل خطر على المغاربة والساكنة ديال الحي الحسني. راه أمهات آباء وليدات كيخرجوا وكيدوزوا من هاد الطريق يوميا، يوميا كيدوزوا من هاد الطريق هادي، هاد الطريق دوازة. واش حنا خصنا نديرو كل مواطن خصنا نديرو ليه بوليس؟ راه ما يمكنش، راه البوليس راه داير المجهود ديالو، راه داير المجهود ديالو ديال بصح هنا في الحي الحسني. واش حنا خصنا كل مواطن خصنا نديرو ليه بوليسي وكل شفار نديرو عليه بوليسي؟ لا لا، بنادم يترقى شويه، بنادم يعاش شويه، والله يهدي هاد الحي الحسني، يديرو شي بوطوات هنا ديال الضو. راه بغينا بوطوات ديال الضو، بغينا حتى شي حاجه اخرى، بغينا بوطوات ديال الضو، بغينا الاناره العموميه هنا. السبيطار الحسني كيجيو ليه المئات ديال عباد الله يوميا، كيخرجوا مساكن يقدر يتكريس هنا. راه خص الجماعه ديال الحي الحسني خصها حتى هي تعاون، خصها تلعب دير الدور ديالها، تدير الدور ديالها، لان البوليس بوحدو راه ما كافيش. راه فاش غدير ليه الاناره العموميه وغدير ليه البوطوات هنايا، راه غيسهل عليه الحال يشد الشفار، غيسهل عليه الحال يشد بارد الكتاف. اما انت ما ديرش ليه الاناره العموميه كتقول لي سير شد لينا الشفار، راه كتخربق، راك غير كتخربق. واه عباد الله، دائما من منطقه ديال الحي الحسني حنا كنتواجدوا امام مستشفى الحسني، سبيطار الحسني. كاين اللي ما كيعرف سبيطار الحسني، كيستقبل
المئات ديال عباد الله يوميا. تخيل معايا انت جيتي، انت جيتي وجايب امك الله يستر، جايب امك للسبيطار لي زيرجونس، جبتيها لي زيرجونس، خرجتي من هنايا تلقى لك الشفار، شنو غادي دير؟ هرب لك لهاد الخلا هاد، انت الظلمه وقيفار، انت الظلمه هرب لك الشفار تما، شنو غادي دير؟ هرب لك الشفار لهاد الخلا، قول لي انت شنو غادير، اولا انت شنو غادير؟ فهنا كنتمناو من الجماعه ديال الحي الحسني باش يديروا لنا الاناره العموميه هنا، راه ساهله مطوات ديال الضوء. سهلة ما تخسر والو، هادشي مزيان ليكم ومزيان للامن ومزيان للساكنة ديال الحي الحسني، راه ماشي غديروا شي حاجة في الخاوي. شوف الظلمة، شوف الظلمة، بغيت تشوف الظلمة اللي كاينة هنا عباد الله، والله إلا حشومة قسما بالله، قسما بالرب العلي جاي، إلا حشومة وعيب وعار على المسؤولين ديال هاد الحي الحسني. الأمن راه داير خدمتو، راه يوميا كيتشدو الماطر، كيتشدو الشفارة، الشفارة كيتكاطرو، تتشفار اليوم غدا يخرج لك شفار، تتشفار غدا يخرج لك واحد غدا شفار، حشومة هادشي حشومة. الله الخدمة، سير خرج قلب على راسك تخدم، الله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يهدي ما خلق، والله يهدي الناس الحي الحسني باش يديروا لنا الإنارة العمومية هنا، أنها كتشكل خطر على الساكنة ديال الحي الحسني. رجال الأمن راهم خدامين، الله يجازيهم على خدمتهم وشكرا لهم بزاف على المجهودات اللي كيقوموا بها هنا في الحي الحسني من اجل ردع الاشخاص المتهورين، الاشخاص اللي كيسحاب لهم راسهم انهم فوق القانون. برافو لرجال الامن، برافو لهم، والله يهدي الجماعه ديال الحي الحسني باش دير الاناره العموميه. اما الحفاري وداك الشيء اخليهم، كل سيمانه خصك تبدل البنوات وتبدل لي زامورتيسور. فغنوصلوا مشاهدينا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.